Amedist is an American organization, is a non-profit American organization, which mission is to build culture through education and training. Did you get it? Yeah. هي منظمة إنجليزية. فهمتوني بالعربي؟ إن شاء الله تتكلم بالتونسي. حبيت نفسر لك يعني معناها. تتكلم بالعربي. أمريكية تعمل لي فورماسيون حشكي منك. هاي مجي تفسر لنا أكثر مدام ليش. دونك أمديست هي سيت أون أورغانيزاسيون أمريكان أبوت نون لوكراتيف. دونك جمعية أمريكية ذات صبغة غير ربحية نقولها بالعربي. دونك الميسيون تاعها هي سي أون ميسيون كولتوريل أترافيغ ليدوكاسيون إي لا فورماسيون. Donc, on a quatre grands services. Service l'ouléni, c'est les formations en langue anglaise. On a des formations en l'armar l'kol. Donc, on a des formations en l'armar l'kol. Donc, on a des formations en l'armar l'kol. Maintenant, on a des formations en l'armar l'kol. Bien sûr. Zéda, ou Sraira. Mais on a des formations en l'armar. Exactement, tout à fait. Maintenant, on a des formations en l'armar l'kol. Donc, on a des formations en l'armar l'kol. On a des anglais général, anglais des affaires. On a des anglais spécialisés. Anglais le top, le cabin crew, les tiro, les pilotes, les avocats, etc. Ou l'armar l'kol. On a des formations, on a des préparations pour les tests internationaux. Tandis qu'on a des formations en détail. Donc, ça se joue. Juste, on a des licences, des certificats, des certificats. On a des reconnus à l'échelle mondiale. Ou femme a des certificats à l'échelle locale ou même mondialement la bédoué le wiar fou maintenant les organisations et à jamais rire paye à tout simplement ma femme échoue raquet et l'ami de casse moule herbe le flou s'il n'est pas le col mais les formations en anglais en général mais l'approche bâche à flou les tests internationaux j'ai râle madame il y a râle mais c'est pour de la qualité hein, et pour la quantité des heures خاطر كي تشوف انت سوم بور 42 ساعه ولا 42 ساعه نتاع فورماسيون قارن انت لازم العباد كيف يقارنوا يقارنوا لو بري بالنمبر دور وزيد بالكاليتي دو لا فورماسيون دونك بور لانجلي جينيرال نعطيك لانجلي جينيرال مثلا ولانجلي دي زافير لانجلي جينيرال 390 دينار 42 ساعه ولانجلي دي زافير اللي هو بزنس انجلش 400 دينار 42 ساعه كيف كيف في وسط هذا فما الكتب بيان سور فما دي ليفر جايين من برا في وسط لو بري هذايا فما 42 ساعه دانستركسيون ان لانغ انجليز عندنا الفلوس هذوما دونك اخر العام ما فماش شركاء يتقاسموا الارباح كما قلت قبيله باغ كونتر دونك فما الفلوس هذوما يكوفر لي شارج نتاعنا الكل خاطر فما برشا خدامه يخدموا كما تراو في تونس سوسا المستير انا زاده بيرو اخر في اللاك والباقي نتاعهم سي ريانفيستي دون دي اكتيفيتي دون دي اكتيفيتي كولتوريل عندنا دونك الديبارتمون اسمه ادفايزينغ وين اون فورني غراتويتمون دي كونساي بيداغوجيك للي جون اللي يحبوا سوا يمشيو يكملوا قرايتهم في ليزيتازوني وننصحوهم باز ا با وهدفنا انهم يقراوا غادي وعلاش لي يعاودوا يرجعوا لبلادنا معناتها افيك اون فالور اجوتي وفما لي بروغرام ديشانج زيدا سي ان اوتر ديبارتمون دو كونساي بيداغوجيك بور لي بروغرام ديشانج وعندنا توا ان بروغرام ديشانج اسمه الفول برايت بروغرام وين لو جون ينجم يمشي عادي ان ان في ليزيتازوني وبلو تار دونك تنعطيوكم بلوس دو ديتاي على لي بروغرام هذوما كيفاش تشاركوا فيهم وقتاش يجيو لي كونسيير الامريكان كورنر كي تجيو بحذنا تراو اللي هو سي ان اسباس كولتوريل سو فورم دون بيبليوتيك باش تراو اللي هي بيبليوتيك فيها برشا كتب مي هي سا نسارت با كونها هي بيبليوتيك دونك هو سي ان اسباس بوبليك اوفير او بوبليك باش العبد يشارك فيه يلزم جوست يجي هو ويجيب تصويره وكارت ايدنتيتي يعمل كارت ممبر سي غراتوي اي نو باي ريان دو تو دونك الاسباس هذا هو اسباس مشترك ما بين اميديست والسفاره الامريكيه عندنا فيه كورديناتريس امريكان دونك كل عام بور ديفيرسيفيي لي اكتيفيتي نجيبو ان اوتر ستاجير امريكان يلزم يكون ويعمل دونك دي اكتيفيتي كولتوريل ديفيرس للعباد اللي يحبوا يجيو الامريكان كورنر محلول من نهار الثلاثاء لنهار السبت من نص نهار حتى كشي للسته وين بالضبط اميديست اميديست موجوده في سهلول دونك شارع ياسر عرفات سهلول